السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد ازاي تتعامل مع الأبر في سلسلة الجيت كوندو. خدنا طبعا في السلاسل التانية، بس احنا كل سلسلة بندي الحاجة الخاصة بيها، تمام؟ بالشكل ده كده لو واقفين انا وهو في الأبر، ركز ان انت تقف، يفضل يعني لو شايف الخصم بيلعب أبر صد من الجانب اللي قصاده، يعني دلوقتي لو الأبر جاي من هنا صد بدي، لان انت لما هتصد بدي ممكن تصد برضو حاجات تانية من الداخل ومن الخارج وبلوكات والكلام ده كله. ممكن تصد تعمل بلوك مثلا قبل ما يوصل لمنطقة الدقن، لان الأبر عامة ما هدفه الأساسي والأول منطقة الدقن، تمام؟ فانت هنا البلوك بتاع الأبر او الدفاع بتاع الأبر وهو طالع بالشكل ده كده، بتيجي من هنا بقى من عند مفصل الكوع او من جزئية بعد عند الساعد هنا برضو، بس يفضل من عند مفصل الكوع لان هنا المركز بتاع الثقل بتاع الضربة، يعني الضربة طالعة بالشكل ده كده، فانت لو عطلت الجزئية دي مش هتقدر تكمل، مش هتقدر الضربة توصل لك، تمام؟ فانت تركز على الجزئية اللي هي بالشكل ده كده، هتستخدم التقل او الديفنس بالشكل ده كده من منطقة اللي هي اسفل راحة الايد في الجزئية دي كده اهو، بتنزل عليها بالشكل ده كده كتقل، وممكن تقوم داخل مهاجم، بس احنا لينا دعوة بالديفنس دلوقتي. هاجم اهو بالشكل ده كده اهو، تمام؟ سواء الابر جاي من اللي هو بالشكل ده كده، وحتى لو موجه لمنطقة الدلوع، يعني دلوقتي لو جاي يضرب في الدلوع اهو بالشكل ده كده، تيجي من هنا تعمل مركز الثقل كده، وفي نفس الوقت كوعك لما بينزل هنا بيعمل ديفنس للدلوع، يعني حتى لو انت الديفنس بتاعك فلت، لو عملت بالشكل ده كده وفجأة فلت مثلا وجاي يضرب الضربة اهو عامل بلوك لمنطقة الدلوع، يعني حامي الدلوع بالشكل ده كده. فانت هنا انسب حاجة تعملها لو هو مستهدف الدلوع او حتى طالع على منطقة الدقن بالشكل ده كده، هو هنا سيب لك هو مساحة طالع بالشكل ده كده، فانت هنا بتعمل مركز الثقل في مفصل الكوع. الناحية التانية اهو بالشكل ده كده اهو، ممكن من هنا تقوم طالع مهاجم، ان انت اهم حاجة بتعطل الجزئية دي، ممكن بعد كده تعمل تقنيات كسر، ممكن تعمل اي حاجة تطرح الخصم، تعمل حاجات كتير جدا، بس اللي يهمنا دلوقتي الديفنس الاشهر لمنطقة الكوع. طبعا في اكتر من كده، في حاجات تانية بس احنا اللي بنركز عليه بالنسبة للمستوى الاول، ان الحاجات التانية بتبقى مستويات عالية. فاشهر ديفنس المستوى الاول اللي هو الديفنس بالشكل ده كده، هاجم بالشكل من هنا اهو، هاجم عدل اهو بالشكل ده كده، هو المفروض يطلع كده يعني، بس هو مش متقن الطريقه بشكل مظبوط، بس عامه الديفنس بالشكل. النهارده ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير الفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.